نفس هذه التظاهرة كانت قبل أكثر من شهرين، وتم استلام طلباتهم ورفعها إلى السيد معالي وزير النفط بهذا الخصوص، وكان الرد بالإمكان تشغيلهم على الشركات الثانية والمقاولين اللي يعملون بشركة غاز البصرة، وتم عكس الكتاب اللي يعني رجع من غاز قصدي من الوزارة إلى شركة غاز البصرة، ويكون الرد يعني غاز البصرة. نعم، يعني إنه يكون تشغيلهم على الشركات المقاولة والثانوية. نعم، بالإمكان تشغيلهم بس حسب الحاجة، يعني تعرف المقاول يعني مثل غاز البصرة حتى هم ما يجبرونه، فلازم حسب الحاجة. بعد هذه التظاهر راح يكون أكو متابعة جديدة للموضوع؟ حاليا أكو ممثلين 4 راح يكون لهم لقاء مع السيد المدير العام يعني بهذا الخصوص، بس بالنسبة لشركة غاز الجنوب يعني أعملت يعني ما بيوسعها بهذا الموضوع.